في الراديو على شادة اف ام. تحية الناس اللي كيبغيونا, حنا كنبغيوكم, والناس اللي ما كيبغيوناش لهلا يجعلكم تبغيونا. وكاينين شي ناس كيبغيونا كانوا بقاو شي يبغيونا, وكاينين شي ناس ما كانوش كيبغيونا ولا يبغيونا زعما نايدا بغو. ايوا إذن أعزائي المستمعين, حكمة اليوم هي أكل ليش بد الحبيبة الطويلة ديالو راه الغدار بدا. وتحياتي لكم وتحياتي الناس اللي بغاو يتصلوا بينا معلم, غير يتصلوا على 0 26 43 توحشنا هاد الايام. وتحيه للجاليه المغربيه من طنجه للقويره. الله يعطيك الصحه. هذا الزبايل اللي كان معكم دائما في زبايلكم, مرحبا بكم دائما على شدايف ام برنامج مرحبا وعلى السلامه. الزبايل فاش كان في البرنامج ديال اكتشاف المواهب الكوميديين, واش مع راسو يعني من بعد المساله اولا في الباركور ديالك كنتي كتقول مع راسك راه غدا غادي تكون مع فرقه, ولا كنتي من النوع اللي لا انا غنخدم راسي كندير الومان شو كندير ستاند اب؟ شوف هذه كانت في اي واحد تلقاه كان في كوميديا كان دائما كيفاش كان كيشوف المجال الفني, وانه انفو غادي يخرج غادي يسالي غادي يولي يدير ومان شو ديالو, غادي يولي كيشارك في اعمال تلفازيه, غادي يولي يعيطوا عليه المهرجانات, غادي ما عمر كانت شي فكره ديال اننا غنكونوا ايكيب ولا فرقه. من بعد عاد ولات, من بعد ما جات ايموراجي جاوا فرقي وحده اخرين, جات البومبا كوميك, عاد ولا كيبان الطموح انه راه المستقبل ديال الفكاهه اولا الاستمراريه ديال الفنان اللي يلا خارج من الكوميديا اولا يلا كيدير الفكاهه, فهما الفرق. يعني الفرقه هي اللي كتخليك تستمر في انك تبقى كتبان كتطلع لاسين, لان الا بقيتي معتمد غير على راسك وكتبان بوحدك داكشي غي يبقى غادي, ماشي ما كاينش كاين, ولكن يقدر يكون عنده حدود. ولكن الفرقة ما عندهاش حدود, حدود الفرقة ما كتساليش, فهمتي؟ قد ما كانوا عقل واحد العرام ماشي الحزمة, والعقل الواحد ماشي هي 12 واحد كيفكروا معاك. صحيح ليك بوحدك. حنا دابا راه إذا لقيتي كيفاش كنكتبوا العرض غتلقانا كاملين كنتحاماو باش نكتبوا سكيتش لواحد الواحد. عاوتاني ملي كتكون سيتياسيون ديال واحد فوق لاسين كتلقانا كاملين تنفقوا. ربما هذا هو لو بلوس عاود, هو اللي كيعطي كيزيد مثلا ديك المليحه الزويونه في دوك لي غاك اللي تنحتاجوهم, يعني دوك المواقف الساخره اللي غادي نختاروها مثلا لسماعيل ولا غادي نختاروها لأنس. كل واحد فيكم تيعرف أنس شو الطريقه وشو الاسلوب ديالو, فكيبدا كيفصل ليه على حسب طريقته وعلى حسب اسلوبه. فعوض واحد ما يكتب كيوليو خمسه ولا سته اللي تيكتبوا, كنظن بانه كتكون حدود اكثر, انه حتى لي كاك تيكونوا اكثر. لا انا ستيدير لي بغا ما تنقدرش نهضر في الصاله ديالو بوحده, هو ستاندارد عباره بوحده. شوف هو باش كتب الضحك راه في الكواليس ديال, باش كتب الضحك في الكواليس ديالنا حنا ملي كنكونوا كنكتبوا الضحك راه كاين واحد كما كن راه كنضاربوا كن غير باش نطلعوا شي حاجه زوينه. حيت تقدر مثلا هذا عنده فكره وكن كنبداو نتصاطحوا بالافكار ديالنا, نقدر انا نبغي نقنعوا بالفكره ديالي وهو يبغي يقنعني بالفكره ديالو, كاين في الاخر كنخرجوا بشي حاجه اللي زوينه. وقبل كنديروا واحد توزيع مثلا, كنشدوا مثلا سبيكتاكل كنحطوا لي دي كنشوفوا مثلا شحال ديال الناس اللي غيكونوا فيه وكنبداو نفرقوا. ديك الساعه كنديروا الكتابه الاوليه ومن بعد كنتيستيو في انوار كنتيستيو فهمتي داكشي واش خدام ولا لا. الفرق من هاد النوع هذا كتطلب كما تنقولوا واحد شويه ديال الحزم, اييه شويه ديال التدبير الاداري, وخاص كما تنقولوا الضبط ديال واحد العدد ديال الامور. كاين شي قانون داخلي في الفرقه؟ الصراحه ما كاينش قانون داخلي, ولكن كاين قانون اخلاقي. كاين كونترا مورال, كاين كونترا لا كاين كونترا فيزيك غير مورال, ولكن حنا اللي كتحكمنا العلاقه الشخصيه والاخلاق والاخلاقيات ديال المهنه. لان حنا كما كنقولوا اننا كنخدموا الضحك بالمعقول, يعني كاين
يعني كاين التزام يعني كاين مثلا ملي كنكون عندنا ان بروغرام ديال لي ريبيتيسيون راه الدراري كيلتزموا راه 8 الصباح كتلقاه سور بلاص وداكشي كيكون عندنا لي ريبيتيسيون لي سبيكتاكل الوقت ديال السبيكتاكل الوقت ديال لا تورني يعني كلشي مضبوط ماشي غير تلاقينا دار الشباب زعما غادي نمشيو وغنمشيو زعما نريبيتيو زعما غنمشيو غنريبيتيو وصافي وغادي نطلعوا نطلعوا يعني كهاويين للمجال ولكن حنا كنخدموا بطريقه محترفه جدا ماشي فين كتلقاو باقي سلات مارا عندنا سلات عندنا الحمد لله زعما لي سباس ديالنا عندنا استوديو فين كنخدموا يعني كنخدموا السبيكتاكل ديالنا عندنا ان استوديو فين كنخدموا فين كنصوروا عندنا صال ديال لي ريبيتيسيون وعندنا بيرو اخر ديال الاداره هي اللي كتجيري المسائل الاداريه او لا كونسيبسيون ديالهم لي سبيكتاكل دونك الشركه كاينه مكلفه كتكلف كل ما هو انتاج وتسيير كاينه شركه ديال الانتاج والتسيير ودابا حاليا عندنا واحد المشروع ضخم ان شاء الله راه حنا غادي في شهر 10 غادي ننطلق غير اسكت بلا ما تقولوا لان كلشي تيسمع وراك عارف المشروع من هنا كتاخذ لا راه غنعلو غنعلو داكشي استعينوا على قضاء حوايج لا راه انا حيت كنعرف انا شي وحدين عز عليهم بحال هاد فهمتي لما نقول حاب الحسنات لا ديجا دار دابا غادي نعلنوا عليه باش درنا 3 سنين ديال الكونفيرمو اللي دوزناه هي اللي خلاتنا اننا نصايبوا داك السبيكتاكل ديال الكونفيرمو يعني ديك المعاناه وداك الشيء اللي داز علينا في كورونا حطينا شنو داز عليك اخو اسماعيل عاود سالت كوكوس كاين عرفتي شنو ما جابوا لينا العاب ما جابوا لينا داكشي دارتو فراش والله فيكش لا لا شي راه ولينا تنصليو في الاخر طلعت ما تتقتل ما والو لا زعما تكرفصوا الناس في هذا كاك هذا كاك كيف هذا كاك كيف حنا راه جبنا كورونا شخصيا على رجلي تنهضر كلها هذاك التفركل اجي العدد ديال الفرقه 11 كنظن كانت 11 شويه ولا 9 شويه 7 شربوا هادشي زدتوا في شي ماكينه والقضيه وهي شربوا لا لا كنا 14 كنا شي 22 في الاول باش بدينا النهار الاول تقسموا شي دراري راهم في الجديده لا كاين اللي مشى كاين اللي بقى كاين اللي عاود ثاني مشى كاين اللي رجع ومشى المهم على حساب ولكن ما يبقى معك الحبيب ودابا شوف انا ما بغيتش ندخل في هذا الصحيح لا يدخل ولكن انا المساله ديال الارزاق اخي انا كيبقاو فيا كاين اللي اسمح لي قاطعش كاين اللي تيقدر يكمل وكاين اللي باقي مكمل ومؤمن بالفكره فهمتي دابا البومبا كوميكس بارك الله راه 6 سنين عندها 6 سنين حنا مؤمنين بالفكره وغنبقاو خدامين عليها الى هاد السبيكتاكل الاخر ديال الكونفينمون كانوا فيه شحال 7 ديال الناس 7 كاين فيه 7 باقيين فيه 7 هادو 6 رجال وامراه المهم كنتو شويه وتكملوا 7 رجال لا 7 رجال كاين سبيكتاكل ديال شي ستار وتسميتو 7 رجال طيب انا حقيقه انا عندي واش غنسميه لكم واش شجن ولا عتاب ما عرفتش منين نبداها نتوما حيت صحابي وعزاز عليا وانوار عز عليا بزاف يعني كنعتبره فنان وكاتب قبل اي حاجه اي لاين بيل بلوم غزال ولكن في نفس الوقت بغي نقول لكم فينا هو طارق اللي كنحاضر معنا العام اللي فات عرفتي دابا دازت عام راه نفس النهار بحال اليوم بالضبط بحال اليوم لا جاش اليوم ما جاش اليوم طارق نعطيو شي عصير بارد شوف سير جو شوف انا نقول لك كما قلنا في الاول ان الفرقه كانت فيها 23 واحد يعني راه 23 راه ماشي هما 7 اللي باقيين دابا يعني راه 23 شنو الفرق شحال ديال الفرق ما بين 23 و 7 حنا قلال واش فينا ما يتقسم فهمتي راه 15 واحد يعني مشات يعني الدوبل ديال الناس اللي باقيين دابا يعني حنا كفرقه ديال البومبا كوميك واحد النهار كان عندنا واحد الحلم قلنا نديروا واحد الفرقه اللي غتكون كتنافس في السوق واللي غادي تمشي وغادي عندها واحد الهدف عندها واحد الطريقه اللي ما كايناش عند بزاف ديال الفرق عندها وجوه وعندها واحد الاختلاف دابا كاينين دي بروديكتور اللي كيفهموا شويه في الدومين ملي كيشوفوا البومبا كوميك تيحسدوها على الاختلاف هذا الاختلاف شي انس ملي كتقارنوه مع اسماعيل ما كتلقاش هو واسماعيل مع عبد الملك ماشي هو اسماعيل ماشي هو كاين بعض الفرق اللي عندهم نفس الشخص كيدير نفس الكاك نفس الخدمه ماشي هما محمد امين اللي معنا يعني كيحسدونا على هذا الاختلاف هذا اللي هذا حاجه كتميزنا انه كانوا معنا وحدين ومشاو هذا كيخليهم انهم ما عندهمش نفس الهدف اللي بقى اللي كاين عند اللي بدينا به النهار الاول طريق اولا الدراري اللي كانوا قبل منه كنظن انه هذا هو السبب الوحيد اللي كان
وانه ما عندهمش نفس الهدف. كي مني ما كيكونش عندك نفس الهدف كيكون عندك واحد الهدف ديالك بوحدك ان فو كتلقى واحد لوبستاكل صغير كتابوندوني باش تكمل فواحد الطريق ديالك. مني ما كيكونش عندك نفس الهدف ديال ليكيب واخا يكونوا لي زوب مني كيكون عندك نفس الهدف ديال ليكيب اللي بدينا به النهار الاول واخا يكونوا لي زوبستاكل. ما كايناش شي حاجه في الدنيا اولا مشروع فوق الارض اولا كاينه ما فيهاش لي زوبستاكل ما فيهاش. شفت واحد السيد دير واحد الفيديو كيهضر على النجاح قال لي لولا الفشل ما كانش غادي يكون النجاح عنده طعم. صحيح لولا المرض ما كانش غتكون الصحه عندها طعم. حتى في ليكيب حتى في البومبا كوميك الله عليك ولدنا زيد سيدي شنو السؤال اللي تبغي توجهو لبومبا كوميك حقيقه بصراحه شنو تبغي توجه لبومبا كوميك؟ ها هما كفرقه انت الزبايل عندك تبارك الله عليك عندك التاريخ ديالك وعندك عندك المسائل ديالك فنان كوميدي ولكن دابا بغيتك تشوف من على برا شنو العتاب اللي تبغي توجهو وشنو السؤال اللي تبغي توجهو لبومبا كوميك؟ إذن أعزائي المستمعين اليوم معنا فرقة ديال بومبا كوميك كاين سي إسماعيل وسي أناس وسي أنور خليل المنتج ديالنا. اليوم بغينا نسولكم كاين بزاف ديال الأسئلة بغينا يعرفوها الشعب وبغينا نعرفوها حتى حنا داخل الفرقة. شوف لا أنت دابا قلنا أنت خارج الفرقة دابا حتى الناس اللي داخل الفرقة كيطرحوا هذه الأسئلة هادو أسرار وصلوني مع الشباب. فين غادا البومبا كوميك؟ غدا السلام من سالي وهضرنا معاه سالي برا واش غنمشي فين غدا البومبا كوميك انور خويا؟ شوف البومبا كوميك زعما حسب الرؤيه ديالي زعما المتواضعه الاهداف المسطره نبدا بلغه الخشب شفت واحد ما يلزم شي حاجه اللغه ديال الخشب اللغه ديال الخشب الخشب راه طالع النجاره راه طالع كلشي طالع ضرب مع النجاره اليوم لغات الخشب راه ساوي عندنا البومبا كوميك ما بغيناش تبقى زعما مجرد فرقه زعما كحلم خصها بالفعل تولي مدرسه يعني تولي مدرسه مستقبلا تولي مدرسه كيتخرجوا منها بزاف ديال الفنانه وديال الكوميديين وديال المواهب وتكون هي ديك النبته ديال صناعه الضحك الحقيقي. خلينا من داك الضحك ديال شداك القلعة تمشط ليه راسو داك الضحك ديال دونك تبقى المدرسة الأم هي فرقة البومبا كوميك ولكن من خلالها يتفرعوا مجموعة ديال الإنتاجات مجموعة ديال الإبداعات وهذا هو الطموح اللي خدامين عليه أكتويلمون في مدرسة الكوميديا إن شاء الله في سلا. أشنا هو السبب اللي يخليك تمشي من الفرقة؟ مشكلة هذا إلا ضعفت تقدروا تمشيو كاملين هو اللي يبقى. شوف انا زعما لا اقتف ما قدرتش الفرقه بالورود ولا كنبغي زعما نرش زعما وانما كنقول صراحه انه انا كنعتبر راسي الان وصلت وكنعتبر راسي اني مول الدار يعني ما كنتش كنحس بها في الاول دابا هاد السنوات لانه من 2017 لدابا راه سنين هذه راه ما يمكنش راه عشت مع الدراري كثر ما عشت مع مرتي ولادي خصوصا انكم كتلاقاو يوميا راه فري راه السنين صاحبي يوميا وكتجي من اكادير ترسلا وكتجلس مع الدراري كثر ما جلسوا رمضان دوزنا حنا مجموعه مع الدراري 25 يوم ودوزت مع مرتي ولادي 5 ايام يعني راه انا الحل الوحيد الوقت اللي غنمشي من البومبا كوميك الا مشات البومبا كوميك عاد غنمشي. شنو عاودي السؤال شنو السبب اللي يخليك تخرج من ليكي؟ هو الموت. اللهم اعطي في عمرك والله الله شاهد عليا زعما بدون مجامله الى حيت باش واحد المعلومه اللي قدروا ما عارفينش الناس بزاف هو انا كنت خدام في من بعد برنامج كوميديا انا والثنائي ديالي مالك اسماعيل كنا وصلنا للفينال في الدوره اللي كان معنا نيت فيها خالد
ملي خرجنا كما قال انس خرجنا تصدمنا بالواقع، داكشي اللي قال لينا ماشي هو داكشي اللي لقينا. خدمنا شويه ولكن من بعد واحد لقيت دخلنا في واحد لا ديبريسيون جمعيات، قررنا اننا نحبسوا الدومين. هذه اللعيبه ديال العمل الخيري موجودين دوك، اجي تعاون معنا ان شاء الله العام الجاي راه يكونوا الفلوس. ولكن العشاء موجود كرينا با. لا واش فعلا الصناعه هذه، صناعه الضحك ممكن انها تعيش الانسان بداك المستوى اللي تيقلب عليه ديال الاستقرار. ما كنقلب، شوف ملي كنقول الاستقرار لو ستريكت مينيموم صافي، ديال داك الشيء العادي، ماشي الانسان تيقلب ياخذ دار كبيره ولا بورتما كبيره ولا جوج طوموبيل. لا، واش ممكن من خلال هاد صناعه الضحك ونبيع لي سبيكتاكل ديالي وندير الجوالات ممكن نوصل ستريكت مينيموم؟ ممكن ممكن. دابا حنايا كنلاحظوا الفرق من البدايات ديال بومبا كوميك الى يومنا هذا، كاين واحد التحسن ملموس كبير زعما الحمد لله. فعلا نقدروا من صناعه الضحك اننا نعيشوا عيشه مزيانه ونقدروا حتى نديروا الفلوس. خاص غير بنادم يكون اول حاجه الصبر ويخدم. سؤال موجه لكم بجوج، واش كاين شي جديد في رمضان ديال البومبا كوميك في هذا رمضان اللي جاي؟ بيان سور، ما يمكنش يدوز شي رمضان بلا ما تكون البومبا كوميك، بحال الحريره حنا دايرين ضروري رمضان كاين شي حاجه ديال البومبا كوميك. الو برافو على شنو كاين. انا دابا ملي قلتي لي هو رمضان، انا بغيت نقول لهم حنا بغينا نشوفوا بومبا كوميك سوغ شادا تي في في رمضان ان شاء الله. والله الا شرف لينا ان شاء الله. فكره لماذا نشوفوا اخر واحد ولا قبل؟ لا لا، انس انا بلاش، انا ما عنديش مع الانيماس ياك. تعطيك مع الفلوس، انا عندي مع المعقول يعني كل شيء حاجه ديال يلا سيدي غادي نمشيو نشوفوا دابا سي انس بلي يمر بتحيتي. راه سبيسيال، راه لا دافع صادعنا فيه ضاع فيك السهل فهمتي، محافظين ليه على نفس الريجيم. فيه جوج ديال الميزات فهمتي، فيه جوج ديال الميزات. هذا هو هذا هو اللي زوين في انس، فيه جوج ديال الميزات، الكفاءة التشخيصية ديالو والكفاءة الجسدية ديالو. يعني راه شتي راه لعب مرا وسير بلاص كيولي قادي شوية، كيولي داخل معنا في معمعة واحدة أخرى. وبالفعل هو عنده هذه الملكة هذه، وأنه سريع ما كتحسش أنا في الويد، ما كتحسش به فوقاش كيتبدل فوقاش كيتغير. إذا مشات الملكة الجسدية ديالو غادي تبقى عندنا غير وحدة غنضيعو فيها. نعم الله يخليك دائما نشط وضحك. إسماعيل كاينين كما قال لك خالد بزاف ديال الفراق اللي حضرنا اليوم العروض ديالهم وداروهم في مسارح صغار. انا كنحييهم بعدا على هذه المبادره ديالهم باش يكونوا فرقه، يعني ما سهلاش حيت حنا حضرنا حنا وسط فرقه وكنشوفوا هي الاداره ديالنا كيفاش كتخدم وكيفاش كذا. يعني كاين شويه كاين واحد المجهود كبير باش يوفروا لك واحد القاعه ويوفروا لك ليكليراس سونوريزاسيون اللوجمو ديالك النوغي ديالك وانت باش تلعب في واحد الظروف اللي زوينه، يعني كاينه واحد التماره. النصيحه ديالي هو انهم زعما يصبروا وديما يكون بنادم راسه صغير. الا بغيتي تتعلم خاص يكون راسك صغير، وحنا دابا وباقيين كنقولوا حنا راه باقيين ما كنعرفوش بزاف ديال الحوايج. شكرا لحضوركم اليوم بومبا كوميك. ميرسي بطلع عليكم، قضينا معكم اوقات ممتعه رائعه. ما تنساوش زكريا شيبوشلي دائما تيبغيكم وتيفكر فيكم تيقول لكم محبتنا ثابته والصواب يكون. شكرا مريم، شكرا حمزه، شكرا محسن وكل اصدقائنا اللي دائما كيرافقونا. نتلاقاو بكم غدا ان شاء الله نفس الموعد نفس الاذاعه على شدايفان.